ضحكت له واضحة ومعروفة، فين كان هاد الزين من بكري؟ أغنية ضحكت اللوف يعني كيف ما عرفها الجمهور هي من كلمات وألحان زهير بهاوي، إنتاج شركة أخ توجور، توزيع بلال أفريكانو، إخراج عمر العمراني. أنا كندير هكا باش فهمتي ما ننسى حتى شي واحد كنقراهم الفخ. فكرة الأغنية جات مناش مشيت لتطوان وتلاقيت مع زهير وجلسنا وهذا، فقررنا باش نخدموا أغنية أنصول وجلسنا وبقينا كنجمعوا في ألحان وكلمات حتى خرجت ضحكة اللوف. مزيانة بزاف، هو صديق عزيز عليا وعرف هادشي هذا، فكنجمعنا صداقة قوية صراحة قبل ما يجمعنا الفن، فكنوجه لي تحية. هاي زهير. صراحة دازت صعيبة بزاف. لكن الحمد لله مناش كيخرج العمل وكينال إعجاب الناس، ويعني كيشوفوا داك العمل اللي يعني احنا ضربنا عليه تماره، ففادي حاجه زوينه كتنسيك في التعب اللي ديجا داز. يعني عدد المشاهدات كيبقى عدد، لكن هذا ما كيجيش في الجانب ديالو نجاح الاغنيه ولا لا. فالنجاح كتشوفه مناش كتسمع الناس انهم حافظين الاغنيه ديالك، عارفينها وفريمون حافظينها ديال بصح، لكن العدد كيبقى عدد. التوندونس عاود كيكون يعني كيكون كبير النسبه ديال ان يعني الناس راه شافت العمل، الناس يعني انتريسي به، حاجه مزيانه. لكن النجاح هو اللي كيكون برات اليوتيوب، يعني هو النجاح الحقيقي صراحه. بيان سور فرحانه بالتجربه ديالي في اكس فاكتور، ف يعني هذيك هو كان اول لقاء ديالي مع الجمهور، يعني مع الناس تعرفوا عليا من هذاك البرنامج، فاكيد انا جد فرحانه بهذيك التجربه. التواصل ديالي صراحه يعني انقطع، لكن باقي عندي كونتاكت ديالها، باقي عندي يعني كنشوف الجديد ديالها، كنحاول نكتب ليها يعني في كل 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 البوم ديالها ولا كل حاجه ديالها كنحاول نبارك ليها، وكنتمنى لها كل التوفيق. هي فنانه عزيزه عليا وبديت معها يعني بديت معها المشوار ديالي، فحاجه زوينه. بيان سور الواحد كيتاثر ماديا، واكثر من هالشيء كانت أثر ماديا. علاش؟ لأنه إحنا عندنا إنتاجات أعمال، يعني خاص ما تطولش الغيبة على الجمهور ديالك، خاص تقدم أعمال. وكيف ما عارفين يعني الناس ديال المجال الفني عارفين أن الإنتاجات كتطلب مبالغ كبيرة باش فغيمون دير إنتاج عمل زوين ضخم. فهذه هي الكوتي اللي ممكن نكون أنا يعني تأثرت فيها ماديا. لكن الحاجة صراحة اللي تأثرت فيها أكثر وأكثر وأكثر هي يعني مقابلة الجمهور ديالي على خشبة المسرح، وأن ترجع ديك الفرحة وداك داك اللقاء ديال الجمهور اللي كان قبل. صراحة دي أكثر حاجة ممكن دعم. شوف، هو الدعم أنا ماشي ضد الدعم، غير هو الدعم يتعطى للفنانين، والفنانين يقدموا أعمال كيف ما كنقول، يعني يقدموا أعمال اللي يبينوا للناس أنهم فريمون كيستاهلوا هذا الدعم هذا. وعاود يعني عاود ما يتسناوش غير الدعم، فهمتي؟ يعني يحاولوا يتقاتلوا اكزاكتومون، يحاولوا يخدموا باش يقدموا أعمال. جا تليفوني، جا الدعم هو هذاك، ما جاش راه الواحد كيجتهد باش كيقدم أعمال للناس. كلمة الجمهور ديالي، أنا كنحماق عليكم بزاف وأنتم ما عارفين هادشي هذا، ونبغي نقول للناس باللي ياخذوا الاحتياطات اللازمة، لأنه فريمون الوضع يعني بدا كيصعب شوية، فنحاول بما أمكن أنني ناخذ الوقاية ديالي، خوفا على نفسي وخوفا على الأحباب ديالنا. شكرا.